عبد الغني، فين سيف؟ رد يا ابني. براء، احمد فوزي سليمان يوسف. براء يا احمد. طاهر سعيد جمعه محمد، حكمت المحكمه حضوريا بمعاقبه طاهر سعيد جمعه محمد بالسجن المشدد لمده 3 سنين وتغريمه 50,000 جنيه عما اسند اليه ومصادره المخدر المضبوط والزمته المصاريف الجنائيه. وائل فؤاد ابراهيم عبد الحميد. براء يا وائل. احمد مجدي احمد شريف وابراهيم الاحمد ابراهيم علي ومحمد عصام سيوفي ومصطفى حمدي عبد الله احمد وعبد الناصر محمود درديري. فين سامح؟ سامح فين؟ طيب الاساتذه الدفاع حاضرين؟ لجلسة 10/6/2023 كطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين الأول والثالث بالاستعلام من شركة فودافون عن أرقام الهواتف وبيان المكالمات الصادرة والواردة عن الأرقام المنوه عنها بمحضر الجلسة والخاص بالمتهم الأول وباقي المتهمين، والاستعلام عن الرابط الشخصي للمجني عليه الأول وإرساله عقب ذلك إلى مباحث الإنترنت لتنفيذ البند أولاً من المحكمة في جلسة 8/4/2023 واللي هو قلنا فيه الاستعلام من مباحث الإنترنت عما تم نشره على الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم باريبوس ومضمون منشوراتها عن الفترة من 8/8/2022 حتى 18/8/2022. مظبوط كده يا استاذ محمود ولا ليك تعليق؟ مش ده قصدك؟ طيب كمل بيت القرار. وطلب الملازم الاول بيت القرار بقى يا جماعه، وطلب الملازم الاول كريم احمد رشاد ضابط مباحث قسم ثاني شبرا الخيمه وكذا الشاهد الاول محمود حسين احمد، وكلفت النيابه العامه بتنفيذه مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسه. بعد كده الاستاذ يجوا جاهزين، مفيش حجه بعد كده. محمود عادل محمود حسان.